السلام عليكم، اسمي ماجد محمد بن سالمين، طالب في كليات التقنية العليا في مجال العلوم الإدارية تخصص المالية. برنامج طموحي يساعد في تطوير مهارات الشباب الإمارات من خلال منح فرص لاختيار مجال ومكان العمل، حيث أن بيئة العمل تضم مختلف القطاعات، وستصبح لدينا المرونة في اختيار بيئة العمل ولو كانت خارج الدولة. برنامج طموحي أعطاني فرصة المشاركة في الحدث العالمي إكسبو 2020 دبي للتعرف على مختلف الثقافات واللغات وكل التحديات اللي تأتي مع دمج الحضارات المختلفة. سيشمل دوري في إكسبو مساندة فريق مكتب رئيس مجلس الإدارة وفريق البروتوكول في موانئ دبي العالمية في جناح التدفق في إكسبو، بالإضافة إلى استقبال الزوار والوفود من كبار الشخصيات والمسؤولين الحكوميين ورواد الأعمال، وسنعمل جاهدين من أجل أن تكون تجربة زائري إكسبو سلسة وإيجابية بإذن الله. بتكون فرصة فريدة من نوعها وما تتفوت، وأنا فخور بكوني فرد من فريق طموحي في إكسبو 2020 دبي، وإني بمثل بلادي الغالية في حدث عالمي مثل إكسبو، وتطلع التجربة اللي راح أعيشها، وأنا متأكد أني بطور من شخصيتي ومهاراتي، وهاي راح تكون فرصة للتخطيط الجيد المستقبلي. ونطلع أيضاً الأسابيع الموضوعات اللي بتركز على التسامح وإشراك الجميع، ومشاركتي في إكسبو هي أكبر مثال من حيث تعدد الثقافات والتفاهم بين الأديان، بالإضافة إلى تيسير الوصول بما يشمل أصحاب الهمم. زورونا في إكسبو وبتنورونا.